وإذا قعدت من جنبه مزاته قريب عليه كمان الطيارة بيجي بيجي بس بحاول زي ده بكشف الطيارة ده بكشف بشوف محل المواطنين بيجي برضه بعد ما ردم بخبرين للحكومة من هنا الحكومة بيجينا بيشيل المال أنا قاعدين ساقط إلى ما عندنا أسلحة بعد أخواننا وأمامنا وأبهاتنا رفعوا سلاح اتهدوا لقى سلاح حبة كده مشى اتضربوا مع الحكومة جذبوا من الحكومة اللي جابوا السلاح ده كل الأسلحة عندهم إن شاء الله من الحكومة بس The main cause of the problems in Sudan, there is no development in all of the Sudan. You can see there is no any roads, you can see there is no any hospitals, you can see there is no any stable schools, there is nothing, even there is no water for drink. So for this, people, they should have to take arms so as to get back their rights. وقفوا في الثالثة السودان بيشربوا بالحش يعني ششمة اللي هو المعصورة قفت عموية بس من الحنفية وبتشرب ونحن عقاتنا بجروا بالدلو للآن ما عشان كده قاعدين نشاكلوا لانه ما في مساواه ما في عداله في شعب بين الشعب السوداني يعني شايف في نمبر 2 نحن 3 تمييزنا ميزيننا نحن على الدافور رقم 3 في شعب السودان لا عندنا تنميه لا عندنا تعليم لا عندنا صحه لا عندنا مشاركه في السلطه هذه اشياء كلها فاقد مننا نحن طبعا القريه دي قريتنا القريه البسيطه يعني نحن عايشين في عيشة زي ديل يعني ده تمام بيتي كيف؟ هيا كيف قالوا؟ الله يبارك فيك الحمد لله كنت يا بيك يا بيك السلام عليكم لا يبارك لا يسالي لا هاي لا 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 ل